مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من مساحه الخميس. حلقتنا النهارده عن الطاقه. شهدت مصر طفره كبيره في قطاع الطاقه خلال الثمان سنوات الماضيه. تمتلك مصر مصادر مختلفه للطاقه، الى جانب البترول والغاز هناك مصادر للطاقه المتجدده النظيفه والمستدامه، منها الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، واللي بتحاول مصر استغلالها والاستفاده منها بالطريقه المثلى طبقا لاستراتيجيه البلاد للتنميه المستدامه 2035. بفضل جهودها في تأصيل استخدام المصادر المتجددة، تقدمت مصر مرتبتين متتاليتين خلال عام 2021 في مجال الطاقة المتجددة، ولذا صنفت القاهرة ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر الدول الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المستدامة. مصر بتسعى واللي بتمتلك أكبر قدرات كهربية من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتسعى لأن تكون سوقا إقليميا للطاقة عبر مشاركتها في العديد من المشروعات العملاقة. تفاصيل أكتر بنتطرق ليها في حلقتنا النهاردة، واللي بيسعدنا أن نستضيف فيها الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذ شيرين، أهلا وسهلا بحضرتك، وبشكر القناة والبرنامج وأسرة العمل على الاستضافة الكريمة، وبقول للشعب المصري كله كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مرور 8 سنوات على تولي السيد الرئيس رجل الأقدار المضيئة مقاليد الحكم، وبهم الشعب المصري أيضا على إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 وانتصار البحث العلمي المصري، والقمر ده طبعا كان يحتاج إلى طاقة أيضا. شكرا لحضرتك يا دكتورة. قبل ما نبدأ الحوار بنتابع هذا التقرير ونعود مرة أخرى للاستوديو. الطاقة كلمة السر في مسيرة التنمية، ويعتبر قطاع الطاقة بمختلف أنواعها هو شريان الحياة الذي يحرك كل العمليات التنموية بأي دولة، إضافة لقدرتها على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لها في المجالات كافة. وقد شهد قطاع الطاقة بمصر خلال السنوات الثمان الماضية طفرة كبيرة مكنت الدولة المصرية من الانتقال من مرحلة العوز في مجال الطاقة إلى تحقيق فائض بآلاف الميجاوات، وذلك وفقا لاستراتيجية وطنية متكاملة. إنجاز تم خلال فترة وجيزة بتحديث كامل للشبكات الكهربائية المتهالكة وتغيير شامل لوصلات النقل والتوزيع، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات طبقا للمعايير العالمية، وهو ما ساهم في توفير الكهرباء مؤخرا لنحو 45 مليون مواطن من مفتقديها بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو. وإلى جانب العمل على توفير الكهرباء يتم إنشاء المشروع النووي المصري بالضبع، والذي يتزامن معه استكمال خطة التحول للطاقة المتجددة بالانتهاء من محطة رياح جبل الزيت والتي تعد واحدة من أهم محطات الرياح في العالم. ويضاف إلى الإنجازات المصرية بدء مصر في تطبيق استخدام الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة بعد أن دخلت محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الخدمة، وقد تم تصنيف بنبان دوليا كنموذج يحتذى به اقتصاديا وبيئيا، وذلك بعد أن فازت بجائزة البنك الدولي في عام 2019 كأفضل مشروع للطاقة المتجددة. وطبقا لعدة مراكز بحثية دولية، فإن مصر تعد ضمن قائمة أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وفي ظل خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد البشرية، تسعى مصر لتأصيل تطبيق استخدام مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والمستدامة لتستخدمها بنسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تحتاجها، سعيا منها للتحول للاقتصاد المستدام وأخضر. جهود دؤوبة ومخلصة أكدها تقدم مصر مرتين متتاليتين خلال عام 2021 في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ما يشجع الدولة لتسعى وبخطى واثقة لتكون مركزا إقليميا للطاقة يتبنى خطة متكاملة للربط الكهربائي بين الدول العربية والإفريقية والأوروبية. ويظل قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام مصر وضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2035. اهلا بكم من جديد، برحب من جديد بضيفتي في الاستوديو الدكتوره وفاء علي، استاذ الاقتصاد وخبير اسواق الطاقه. يعني خلينا نخش في الموضوع على طول يا دكتوره، والسؤال الساخن: اكتشافات متتاليه ومشاريع عملاقه، خطوات ثابته باتجاه ان تكون مصر
مركز طاقة إقليمي، كيف ترين هذا؟ الحقيقة أن مصر بملف الطاقة بتعيد بناء الجغرافيا في المنطقة بأسرع. نعم. وده الحقيقة بفضل الزخم السياسي الفعال والدبلوماسية الرئاسية التي جعلت مصر محط أنظار العالم، بل أصبحت رقم مهم في معادلة الطاقة الدولية. نعم. وأصبحت لاعب أساسي على المسرح الجيوسياسي العالمي. نعم. مصر وضعت نصب أعينها أن تكون مركز وممر إقليمي ودولي للطاقة، سواء الغاز، سواء الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة المتجددة أيضا. نعم. ولذلك وضعت استراتيجية الحقيقة على عدة محاور مهمة جدا. أولها تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها زي ما احنا شايفين، إدارة الطلب وتأمين الاستدامة، حوكمة هذا القطاع تحديدا والبحث فيه عن القيمة المضافة، مواكبة التطورات العالمية والرقمنة. نعم. ويمكن هذا القطاع تحديدا قطاع الطاقة بيحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية اللي هي بتقود قاطرة الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وبيستشرق لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل. نعم. بعد تحولها من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة. ونخلي بالنا إن إحنا الحقيقة رتبنا أولوياتنا في هذا الملف كدولة مصرية. إيه عناصر القوة اللي عندنا يا دكتورة؟ إحنا أولا من يمتلك الطاقة يمتلك عناصر القوة الضربة. نعم. ولو نظرنا إلى الجانب الآخر من العالم، خير شاهد على ما نقوله ما يحدث في الجانب الآخر من العالم. نعم. لأن الحروب أصبحت متحور جديد، وهو متحور حروب الطاقة وليست الحروب التقليدية اللي احنا نعرفها. نعم. فإحنا مصر لديها كل المقومات أن تكون مركزا للطاقة. أولا حضرتك بالاستراتيجية اللي انت وضعتيها وحطت لها محاور، قدرتي خلال فترة وجيزة تنتقلي وتحققي الاكتفاء الذاتي منذ عام 2018 وتعودي إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز. أولا أنا عايزة أقول لحضرتك أن احنا الحقيقة مصر بتساهم بشكل كبير جدا في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، وخصوصا بعد تزايد الطلب في السوق الأوروبي على الغاز المسال. وضعنا الحقيقة إمكانيات كثيرة جدا، يمكن بدأناها بترسيم الحدود مع قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، ودي ساعدتنا كثيرا أن احنا نبتدي نضخ استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع. يمكن من بداية من 2014 حتى الآن وصلت إلى 1068 مليار جنيه. نعم. بدأنا يعني الحقيقة عن طريق بوابة مصر الجيولوجية مواكبة للتطورات العالمية بقى والرقمنة، إن احنا نطرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف. نعم. وكمان نضخ استثمارات لتنمية الحقول. يعني الدولة المصرية خلال السنتين السنة دي والسنة الجاية بتضخ 1.6 مليار مليار. نعم. دولار لتنمية الحقول. فانت يعني الحقيقة عملت كل الهومورك اللي عليكي. نعم. أولا احنا عندنا شبكة أو بنية تحتية. نعم. قوية سليمة تمتد إلى 6700 كيلو متر على المساحة الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية. نعم. تنقل الغاز من أي مكان إلى أي مكان، والخطوط الجديدة التصديرية أيضا بالتأكيد. آه لديك أهم شيء وهو الأهداف، الهدف الاستراتيجي اللي موجود في مصر. نعم. اللي يمكن العالم دلوقتي بيعاني منه هم مع عملية الإسالة بإيدكو دمياط. نعم. وعودة معمل الإسالة بدمياط للعمل بعد فترة توقف 8 سنوات الحقيقة. نعم. هو إنجاز للدولة المصرية. نعم. لأن لازم المشاهد يخلي باله أن الغاز هو همزة الوصل بين مستوردي الغاز ومستهلكين المنفصلين جغرافيا. نعم. فهو ده همزة الوصل ما بينهم، يعني بيدي بعد جيوسياسي. نعم. بيدي أبعاد جغرافية عالية جدا. تفسير لهذه النقطة يا دكتورة، يعني بحكم أن حضرتك متخصصة، يعني معنى هذا؟ لو ضربنا مثال للتوترات اللي بتحدث العالمية. نعم. هنلاقي أن الحقيقة أن اللي بيعطي مثلا يعني روسيا أفضلية جيوسياسية في الأزمة. نعم. قربها من أوكرانيا. وإن خطوطها خطوط الغاز الروسية كي تصل إلى الاتحاد الأوروبي أو روسيا لابد الحقيقة لابد أن تمر عبر خطوط أوكرانيا. أوكرانيا اللي الحقيقة يعني أصابتها لعنة الجغرافيا. نعم. فلعنة الجغرافيا اللي بتصيب بعض الناس هي إدت لمصر هبة
وهي موقعها الاستراتيجي الحقيقة الجغرافي، وجودها بين كبار المستهلكين العالميين، بالإضافة إن حضرتك عندك أهم ممر ملاحي موجود في العالم وهو قناة السويس. نعم. مع ملاي الإسالة بإيدكم دمياط، الحقيقة إحنا رفعنا قدرتنا التصديرية الحقيقة. نعم. وأصبح إنتاجه السنوي الحقيقة بأعلى قدرة تصديرية، وبننتج 12 مليون طن سنوياً. والحقيقة صادراتنا من الغاز في تنامي مستمر، لأن احنا بنحدث هذه الصناعة لديها تحديث مستمر. طب يعني يا دكتور، ده بياخدني الحاجة، يعني احنا نعلم أن الغاز أحد خطوات التوجه للطاقة النظيفة، لكن يعني الطاقة النظيفة والمتجددة هي حديث الساعة. أين نحن وإيه المقومات اللي في مصر اللي بتخلينا متفوقين في هذه في هذا الاتجاه؟ والله احنا هناخد تقرير فيتش اللي صدر في نهايه السنه الماضيه. نعم. طبعا هذه التقارير الدوليه لا تجامل احدا. نعم. وهي قالت ان مستقبل الطاقه في مصر مستقبل واعد. نعم. وفي تنافسيه شديده، وان مصر لديها ملف للتحول الطاقي. نعم. حتى عام 2067. نعم. احنا عملنا استراتيجيه وطنيه للطاقه وملف للتحول الطاقي. نعم. حزينة سيادتك تفضلتي حتى عام 2035. نعم. ليكون المستخدم من الطاقه المتجدده يمثل 42% من اجمالي الطاقه. نعم. الى ان نصل ل 2067. اعتمادا على ايه يا دكتوره؟ يعني احنا عندنا يعني طبعا كده احنا عندنا الحقيقه كل المقومات، الحمد لله المقومات، ان احنا مؤهلين ان احنا نقوم بالدور ده. نعم. لان مصر وضعت استراتيجيه على مزيج من الطاقه. نعم. حضرتك عندك الغاز الطبيعي موجود واستخداماته. نعم. حضرتك وضعتي استراتيجيات لبدء الغاز الطبيعي، بدأتي على المستوى الوطني، يعني حضرتك على المستوى المحلي وانت بتبحثي عن القيمة المضافة مثلا، وانت نعم. بتستخدمي الطاقة المتجددة، وضعت المواطن المصري في قلب عملية التنمية. هو نعم. يستفيد أولا من الاستغلال الأمثل لإمكانياتنا من الطاقة المتجددة. نعم. فالحقيقة عندنا مبادرات توصيل الغاز الطبيعي طبعا إلى المنازل، اللي وصلنا فيه 13.5 نعم. مليون وحدة سكنية، واستراتيجية سنوية لتوصيل 1,350,000 وحدة سكنية. ولم نغفل أيضا البعد الاجتماعي بتوصيل الغاز في مبادرة حياة كريمة أيضا. إيه الاستراتيجيه الوطنيه اللي احنا عديناها ايضا للهيدروجين كنا بنتكلم عنه. يعني التنوع اولا حضرتك إيه؟ عندك الشمس والرياح طول العام. نعم. ويمكن يمكن حضرتك تفضلتي وتكلمتي عن محطه بنبان. نعم. محطه بنبان اللي بتقع على 37 كيلومتر ايضا. نعم. 37 كيلومتر على 6 مليون لوحه شمسيه. نعم. وهو المشروع الحائز على يعني جائزه الابتكار الدولي من البنك الدولي الحقيقه. نعم. كمشروع ابتكاري باستثمارات كبيره تصل الى 3.2 من 10 مليار يورو. نعم. وهذا المشروع يعني يوفر 6000 فرصه عمل غير الفرص العمل الغير مباشره. نعم. والحقيقه مصر بنبان بتنير، يعني شمس مصر تنير اوروبا، لان حضرتك بوابة الذهبية لعبور الطاقة إلى أوروبا. نعم. محطة بنبان بتمثل نقطة هامة جدا، لأنك أنت بتوفري أولا في المراحل الأخيرة بنصل إلى 3050 ميجا وات من الطاقة. محطة بنبان طبعا موجودة في جنوب مصر، فإحنا يعني حضرتك على مساحة شاسعة وعندك المساحة دي متوفرة. نعم. اولا مصر بتراعي زي ما قلنا الحيز الجغرافي، المشروعات نعم. مش في مكان واحد، لا ده نعم. المشروعات على الحيز الجغرافي كله، مجتمعات عمرانيه بالتاكيد، فدي طبعا نعم. بتخدم الصعيد بالاضافه انها اساس من اساس الطاقه المتجدده والنظيفه. نعم. يمكن الاهتمام في زي ما السيد الرئيس قال وزير الكهرباء، الاهتمام ليس كلام ولكنها مشروعات على ارض الواقع. نعم. ده بياخدني برضو النقطة هنا حضرتك ذكرتيها، وهي جذب الاستثمارات الأوروبية للاستثمار في هذا القطاع، قطاع الطاقة. بالتأكيد. هل إحنا جاذبين مقارنة بالتنافسية في المنطقة؟ بالتأكيد. وبرضو هرجع لتقرير فيتش تاني اللي قال إن مصر لديها ميزة تفاضلية، وهي إمكانية التصنيع المحلي في كل مراحل سلاسل القيمة للطاقة المتجددة. يعني أنا نعم. عندي قدرة على التصنيع المحلي لهذه الصناعة. الحاجة الثانية، أنا عندي كل الظروف التمكينية لمشاركة القطاع الخاص والمشاركات أو الاستثمار الأجنبي أيضا في مصر. إحنا عندنا يعني لدينا نظرة شديدة الإيجابية
نحو مشاركة القطاع الخاص. ويمكن المؤتمر الصحفي اللي كان عمله السيد رئيس الوزراء وعرض فيه خطة مصر المستقبلية أمام وسائل الصحف يعني وسائل الإعلام العالمية، وعرض فيه أن الدولة زودت مشاركة القطاع الخاص إلى 65% بتتخارج في قطاعات. لو حضرتك استعرضتي القطاعات التي سوف تتخارج فيها الدولة للقطاع الخاص هتجدي أنها معظمها أو النسبة الأكبر للطاقة المتجددة إيمانا من الدولة. هل لها مردود اقتصادي عالي؟ بالتأكيد بالتأكيد. لأن إحنا الحقيقة زي ما يمكن حضرتك سألتي برضو في البداية عن يعني إيه اللي متوفر عندنا. أولا إحنا يعني عندنا متوفر عندنا كمان أماكن للتخزين. وجودك في موقع مهم جدا وسط كبار المستهلكين، لديك القدرات البشريه يعني عندك كل الامكانيات اللي تؤهلك ان تحتلي هذه المكانه. وعندك كمان استراتيجيه لاستخدامها، مش بس كده ان يستفيد منها المحيطين، بمعنى انت بتمدي ايدك بالطاقه دي مش لكل الدول المجاوره. مصر دوله كبيره وراقيه وتمد ايدها برقي وتعامل سواء مع الاشقاء الافارقه او لامداد القاره الاوروبيه بالطاقه. فالحقيقه احنا عندنا متوفر عندنا زي ما سيادتك تفضلتي، احنا عندنا كمان محطات طاقه الرياح، وطاقه الرياح فيها ميزه لانها لا تنتظر يعني طلوع النهار ولكن تعمل لمده 24 ساعه. هتوقف عند هذه النقطه ونتابع ما ذكرته الصحافه في هذا الصدد ونعود مره اخرى لضيفتي في الاستوديو. نبدأ جولتنا من مصر اليوم، والتي أشارت إلى أن مصر استطاعت أن تحقق خطوات جيدة في قطاعي البترول والتعدين اللذين شهد قفزات واسعة أسهم فيها الارتقاء بالمنظومة البحثية في قطاع الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية للبلاد. أما دكتور محمد شاكر فأبرز في أخبار اليوم مزايا مصر قائلاً: إن من مزايا مصر أنها تتمتع بتعدد مصادرها للطاقة المتجددة، وهو ما يؤهلها أن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة. فإلى جانب قدرتها الكهربائية الهائلة، تتمتع مصر بقدرتها المتميزة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن لديها خبرات كبيرة في عمليات نقل الكهرباء وإنتاجها وتوزيعها، وما يشجعها على نقل خبراتها لقارتها الإفريقية. وفي الشرق الأوسط أكد صبري ناجح أن مصر تعد ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وفي إطار رؤية مصر 2030 تسعى القاهرة أن تكون سوقا إقليميا، وذلك عبر المشاركة في مشروعات عملاقة للطاقة بمختلف أنواعها، وهما سيساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبلاد. والختام من الأهرام ورؤية الدكتور حافظ سلماوي: إن وجود خط الربط بين مصر وأوروبا لتصدير الكهرباء سيعمل على جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر في قطاعي الطاقة، خاصة في ظل الأزمات العالمية الحالية، كما سيتيح تيسيرات تمويلية لإنشاء محطات للكهرباء تعمل بالطاقة المتجددة، ما يجعل مصر منتجا للطاقة المتجددة بتكلفة مناسبة. مرحبا بكم من جديد، وضيفتي في الاستوديو الدكتوره وفاء علي، استاذ الاقتصاد وخبير اسواق الطاقه. يعني احنا توقفنا عند موقع مصر الجغرافي وده اللي بيديها افضليه. عايزه حضرتك تكلميني برضو عن جزئيه الربط الكهربائي مع دول الجوار. الحقيقه يعني احنا نقول الاول للمشاهد ما هو الربط الكهربائي. هو الاستغلال الامثل لفائض مصر من الكهرباء لتصديره ليعود مرة أخرى في صورة أموال يتم ضخها في بنود أخرى زي الصحة والتعليم. وانتقالنا من مرحلة المعاناة والظلام الدامس إلى أن يكون لديك فائض من الطاقة للتصدير هو أمر ليس بالسهل على الإطلاق، وإنما مصر الحقيقة ساعدت نفسها في الملف ده باستقرارها السياسي والتشريعي وبنيتها التحتية السليمة. والحقيقة مصر من خلال فائض الكهرباء، يعني حضرتك الوقت بقى عندك حضرتك بتنتجي من 58,000 ميجا واط إلى 62، واستهلاكك يعني حوالي من 30 ل 32، فطبيعي يبقى عندك فائض للتصدير. الحقيقة بالربط الكهربائي احنا بدأنا نعمق العلاقات، بمعنى ان مستوى العلاقات الاقتصادية مع الدول لا يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية، ده أول حاجة. فمصر ليها منهجية الحقيقة، وزي ما قلت لحضرتك مصر دولة كبيرة.
فالحقيقة بدأنا مشروعات الربط الكهربائي، يمكن بدأنا مع جمهورية، بدأنا بالقارة الأفريقية مع جمهورية السودان، وإحنا مدينا البنية التحتية بتاعتنا وكل يعني خبرتنا في البنية التحتية لجمهورية السودان طبعا، وإن شاء الله توصل لألف ميجا واط في عام 24. ثم مشروع الربط اللي هو بقى أنا بعتبره العمق الاستراتيجي العربي، نعم، ومش انا اللي قلت الحقيقه، هو السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق والاجتماع الاخير، نعم، بقى طبعا السعوديه الربط، نعم، الربط، نعم، بين مصر والاردن والعراق، نعم، ده عمق استراتيجي عربي جديد، ده مشروع، نعم، استشراقي عربي لنقل الطاقه الى الاردن والعراق، نعم. ياتي بعد كده مشروع الربط مع المملكه العربيه السعوديه، السعودية الحقيقه الربط مع المملكه العربيه السعوديه مشروع كبير، وده بنستغل فيه اوقات الذروه بين مصر والسعوديه، احنا اوقات، نعم، الذروه بين في السعوديه، نعم، من الساعه 1 للساعه 5 وفي مصر من الساعه 5 للساعه 10، فتم وضع جداول طبعا بمحاكمه، نعم، لنقل يعني لنقل الحقيقه لعمليه الربط الكهربائي، وده، نعم، مشروع الحقيقه كبير جدا، نعم. ايضا عندنا ناتي بقى للربط مع اوروبا، نعم، حضرتك البوابه الذهبيه لتصدير، خاصه ونحن الان نتجه بان نكون جاذبين وبديل للطاقه، هناك الخط الذي يعني خط بحري من يعني يربط مصر بقبرص واليونان، نعم، عبر جزيره كريت، ويعني بقدره تصل الى 2000 ميجا واط، نعم. والحقيقه يعني الكهرباء او نقل الربط الكهربائي زي ما انا قلت لحضرتك ده بيمثل عمق استراتيجي، نعم، وتفعيل للعوامل الجيوسياسيه، نعم، وده بيمثل لنا احنا الحقيقه كمان ان مصر اصبحت الحقيقه العالم كله طبعا طبعا، نعم، زي ما انا قلت ان اللي بيمتلك الطاقه بيمتلك عناصر القوه الضربه، نعم. الربط الكهربائي الاهم بقى ان، نعم، مصر تسطر ملحمه داخل افريقيا، بانها بالحقيقه يعني في داخل دولة جمهورية الكونغو ببناء سد إنجا العظيم، نعم، لتوليد 39 ألف ميجا واط، وهو اتجاه مختلف تماما طبعا، نعم. وأيضا مساعدة دولة تنزانيا في بناء سد جوليوس نيريري على نهر روفيجي، نعم، بطاقة تصل إلى 6307، وعمل بحيرة، نعم، وجهها 34 مليار متر مكعب، نعم، لخدمة 17 مليون من أشقائنا في تنزانيا، نعم، وده أبلغ رد على الأكاذيب التي تدعي أن بناء السدود في أي مكان سيضر بمصالح مصر الاقتصادية، نعم. أولا مصر من جواهر المعاني أن مصر لا تبحث عن دور، نعم، مصر الدور هو الذي يبحث عنه، نعم، حضرتك، نعم، مصر، نعم، يعني لا تبحث عن دور. فالحقيقة مصر بتقدم داخل القارة الأفريقية ملحمة بتسطرها بأيدي عاملة مصرية، نعم، وشركات مصرية أيضا من حسن الطالع، نعم، ويمكن، نعم، فيهم شركة شاركت في بناء السد العالي العظيم. الحقيقة يعني لولا جاهزية قطاع الكهرباء، نعم، وملف الطاقة في مصر والعمالة المصرية، وده حضرتك وداني لطريق مهم جدا، نعم، يمكن الدولة النهاردة بتنبه ليه وبتزيد عدد المدارس التعليم الفني. اهتمام بملف الطاقه رجعنا مره اخرى الى الاهتمام بالتعليم الفني وبناء قدرات جديده من الشباب. نعم. يمكن حضرتك بتقري التقرير او واحنا بنتكلم كنا بنتكلم على محطه الضبع النوويه. نعم. التي لها مدرسه صناعيه وهي مدرسه الضبع النوويه واللي بتدينا برضو 4800 ميجا واط للربط بالشبكة القومية، يعني الموضوع طويل وكبير طبعاً. بس ده يعني أنا عايزة أختم بمدلول مشاركة سيادة الرئيس في مؤتمر جلاسكو واستعداداتنا لكوب 27 وتعريف يعني سريع كده عن الطاقة الهيدروجين الأخضر، هقول لحضرتك عايزة أختم بهذه الجزئية للمشاهد. بالنسبة لكوب 27 أنا عايزة أقول جملة، أوكلنا الله على الطبيعة لنحترمها فتحترمنا، نعم، فلم يفعل الإنسان، فكان من الطبيعة أن تسأل الطبيعة لنفسها، نعم. ونفتكر كلمة السيد الرئيس على هامش فعاليات دورة الأمم المتحدة رقم 76، نعم، وكلمته أيضا في مؤتمر جلاسكو، نعم، عندما ناشد دول العالم أننا لا نحتاج إلى حل واقعي، نعم، يعني يمكن تنفيذه على الأرض وليس أحادي، نعم. الملف ده ما ينفعش فيه ان يكون احادي، لان احنا مطالبين الدول الصناعيه الكبرى ان توفي بالتزاماتها. اين صناديق التمويل؟ نعم. اين ال100 مليار دولار التي وعدت بها الدول الصناعيه الكبرى؟ نعم. ثانيا
يعني السيد الرئيس الحقيقي كان بيناشد ألا تتحمل أفريقيا والدول النامية فاتورة التقدم الصناعي للدول الكبيرة. نعم. يعني مش معقول أفريقيا هتتحمل الفاتورة مرتين. نعم. فاتورة يعني تواجد الأجانب فيها يعني. نعم. فترة كبيرة. نعم. ثم أيضا دلوقتي تتحمل فاتورة التغيرات المناخية وأيضا ما ننادي به. الحقيقة هذا الملف ملف هام جدا، ويمكن مصر على الأراضي المصرية إن شاء الله هتستضيف الدول الأطراف المتعددة للمناخ كوب 27 إن شاء الله في نوفمبر القادم، مع افتتاحنا لأول مصنع وطني للهيدروجين الأخضر تواكبا مع مؤتمر المناخ كوب 27. والهيدروجين الأخضر عشان أنا عارفة وقت حضرتك بينتهي يعني للأسف، الهيدروجين الأخضر هو الحقيقة عضو جديد بينضم إلى أسرة الطاقة المتجددة. نعم. اللي احنا قلناها طاقة الرياح سواء والطاقة الشمسية ليحل. نعم. داخل استراتيجية الدولة 2035 وأن يكون من ضمن الـ 42% والتحول الطاقي لمصر حتى 2067. وعايز أقول لحضرتك أن مصر تدق عصر الطاقة بقوة. نعم. وتدخل نادي الكبار للطاقة من أوسع أبوابه. هتوقف عند هذا وهاخد من كلام حضرتك مصر بتتقدم بقوة في مجال الطاقة. بدأ بنختم حلقتنا من مساحة للرأي للخميس. الشكر كل الشكر دكتورة وفاء أحمد علي أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، الشكر لفريق العمل، والشكر موصول لكل من تابعنا. مع السلامة.